زياد، زمان كان كل الإعلانات كتابتها وهذا يا تروح لبنان يا تروح مصر، أو كيف أنتوا أقنعتوا الناس يعني؟ وهل أقنعتوهم يعني بنسبة كبيرة ولا لسه السوق يبيلها يعني؟ والله بصراحة يعني ما أقدر أقول أن السوق تغير بشكل كامل، ولكن أنا شخصيا أشوفه في الاتجاه الصحيح. يعني بالنسبة لي طبعا، ومع كامل احترامي لجميع الدول وجميع الجنسيات، ولكن أنا ما زلت يعني عند كلامي، وفي مسألة أن يعني نحن أدرب بأهلنا يعني، فمن ناحية صناعة المحتوى، من ناحية يعني أنا كانت دائم تزعجني التفاصيل البسيطة اللي دائم يخطونها من الدعايات السابقة، وهذه أبسط الأشياء، من اللهجة، من لبسة الشماغ، من هذه اللي بشكل مباشر تفصلك من العمل على طول، وتعرف أن هذا مو سعودي ولا 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 بالطريقة دي. فشخصيا ما كان يرضيني هذا الشيء صراحة. قد ما أقدر أحاول أنا وبرضه مع الشباب من بداية شغلنا أن على الأقل نكون فعلا زي ما قال عبد الرحمن حقيقيين، نكون إحنا يعني نكون تشخيصاتنا هذه تشخيصاتنا بلهجتنا. فأشعر أن هذا الشيء إذا ظهر ولو بشكل بسيط لجزء من الناس، الناس بتبدأ تستوعب الفرق من ناحية الأعمال مثلا اللي كانت تشاهد قبل، سواء من الدعايات أو غيره، أن لا، هذول الناس اللي يشبهوننا، هذول اللي ممكن نسمع منهم، هذول اللي ممكن نتلقى منهم أفكار أو نتلقى منهم سواء كانت دعاية أو محتوى أو كذا. فبالنسبة لي أشوف أن اللحظة اللي ممكن تطلع فيها سواء مع السوشيال ميديا، مع اليوتيوب، بالبساطة هذه اللي تبدأ تدريجية وتوصل للناس يعني. فهد، بتقول لي الحجم 7 مليار أو 12 مليار؟ 7 ولا 12؟ 7 في السعودية و12 حوالين الخليج، هذه أرقام تقريبية يعني من سنتين أو ثلاث سنوات. طيب لما احنا نقول 7 مليار، عيالنا كم ماخذين من الكعكة هذه؟ ما عندي الأرقام للأمانة، لكن إذا تكلمنا عن سوق حجمه بهذا الحجم، احنا نتكلم مو بس عن الإنتاج أو عمليات الإنتاج، حتى عمليات النشر، لأنه سوق فيه موزعين أو ناشرين بالإضافة للمنتجين واللي حوالينهم اللي هم مثلا دور الكتابة والدور أو مجموعات الممثلين وغيرهم. هذا الحجم ما في تفاصيل حاليا تحضرني، لكن أعتقد أنه غالبه هو للتوزيع، مثلا قنوات التلفزيون بالإضافة إلى قنوات التوزيع الرقمي، هذه تاخذ ميزانيه كبيره من هذا الميزانيه او هذا الرقم. هو رقم عموما يعني طبيعي وبسيط. لو نتكلم عن تكلفه حمله اعلانيه، فاحنا نتكلم عن جزء بسيط يخصص، او مو بسيط لكن جزء اقل يخصص للانتاج، لكن الجزء الاكبر او النسبه الاكبر تخصص للنشر والتوزيع لهذا الاعلان، لانه ما في فائده انه انتج احسن اعلان في العالم حتى لو يكلف كويس وهو ما يتوزع. انت تلعبون الدورين ولا على دوركم المونتاج فقط؟ كل الدورين، لكن الافضل انه بعد فتره كل احد يصنع الشيء اللي هو افضل فيه، سواء في الانتاج او في التوزيع. ولهذا السبب في السوق الان شركات متخصصه فقط في الابداع، او متخصصه فقط في شراء قنوات او ادوات التوزيع، وفي شركات متخصصه فقط في الانتاج تماما، يعني ما يديرون أي شيء له علاقة بالسيناريو أو سكريبت، يكون في شركة أخرى تقدم هذه الخدمات.